بعد جهد وعمل دؤوب واستشارة لأهل العلم والاختصاص، قمنا في دار فيصل الخير بإنتاج عمل إبداعي يسهل من خلاله على المعلم تعليم الناشئة أحكام التجويد وتطبيقها بشكل دقيق وبسيط. فجاءت إصداراتنا بعنوان التطبيق المبسط لأحكام التجويد وشرحها على جزء عم وسورة الفاتحة وجزء تبارك والعشر الأخير وربع ياسين. تحفة فنية في إخراجها، رسمت أحرف كل حكم من أحكام التجويد بلون يختص به، فاللون الأزرق يمثل المدود، واللون الأحمر يمثل الغنم، ويأتي اللون الأخضر للقلقلة، واللون الأزرق الداكن للمعاني، مع شرح لعلامات الوقف والابتداء وبعض الفوائد لتالي القرآن. كل ذلك في جداول توضح أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة والنون والميم المشددتين والقلقلة والمدود، سائلين المولى السداد والتوفيق خدمة لكتاب الله، وصولاً إلى قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. دار فيصل الخير.